التربص اللي رانا فيه الحمد لله من ناحيه لعيبات والناحيه تاعنا حنايا رانا نحضروا في احسن تحضيرات، وان شاء الله التحضيرات لوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله تاع كاس امم افريقيا، ان شاء الله نروحوا مع النهائيات ان شاء الله، وان شاء الله نديروا حاجه. وثاني رانا نحضروا كاس العرب وان شاء الله فيها خير. في التربص بيناتنا بين لي جواز وكاع الحمد لله رانا في اجواء عائليه، ونرى نحضروا شغل كوم سي رانا في عائله ماشي نو. الحمد لله ما اثرش علينا رمضان، خاطرش انا نترينو مور الفطور، وعندنا لا سيونس ثاني قبل الفطور تاع اون هاكا. الحمد لله ما اثرش علينا رمضان. كاينين دي جواز صغار جدد مرحبا بهم، ومام سي دخلوا معنا في حنا دخلناهم في معنا حنا الكبارات ودخلوا نورمال، ما عندهمش صعوبات في معنا، مام سي في التيران تاقلموا معنا رابيد. بون صحة رمضانكم قبل كل شيء. بون الحمد لله، يعني انا دوك انا في اون سيمان هكذاك ملي حنا رانا اون ستاج. الحمد لله رانا كيما يقولوا تربص هدايا ويجوز في احسن الاحوال، سواء يعني في الكوتي يعني في لي زونطريمون ولا يعني في برا لونطريمون يعني. انا نحضروا صافي هذا لو دوزيام ستاج تاعنا، وكما على بالكم عندنا ان شاء الله يعني بيانتو سي لي زيليميناتوار تاع لا كوب دافريك، وان شاء الله يا لو تير ان شاء الله نورمالمون لندي. احنا كما يقولوا يعني مهما يكون يعني المنافس اللي راح يكون لينا، احنا رانا ان شاء الله حنكون على اتم يعني الاستعداد واتم يعني نكملوا في التحضيرات تاعنا كيما لي كوب دافريك اللي فاتوا، وحنا نتمنوا ان شاء الله يعني راح تكون يعني تاهل واحد اخر يعني السادس ان شاء الله. احنا هاد الحاجه ان شاء الله اللي رانا نخدموا عليها الحمد لله. يعني اجواء كيما يقولوا اجواء رمضانيه، وكيما يقولوا انا عائله يعني سيتي فامي بيناتنا، وهاد لي ستاج طوال حنا موالفين بهم عادي في رمضان. وي بعد يعني في 2018 كنا نحضروا نشالها لا كوب لي زيليميناتوار، كان عندنا ماتش تاع ليتيوبي سيتي كيما يقولوا بزاف كانت بزاف اجواء عائليه اجواء الحمد لله يا ربي. ان شاء الله لا كوب دارابوسي يعني اوبجيكتيف تاعنا واحد اخر هذايا دي نسيت ما قلتهاش. ان شاء الله في الموادوت حنا ان شاء الله حاجه الاولى حنا دوك حنا ان شاء الله نوجدوا لا كوب ليزيميناتوار يعني المقابله اللي راهي اقرب نورمالمون في جوان ان شاء الله. من بعد يعني لا كوب عرب راح تكون يعني تحضير بالنسبه لينا للمباريات تاع اللي راح يكونوا تاع التصفيات، وربي يوفقنا ان شاء الله. بون السلام عليكم، سي ايمان عزيب جواز دار جي سونتر اي ليكيب ناسيونال ا. بون هذه هي الخطره الاولى اللي نكون فيها مع ليكيب ناسيونال ا. كنت ديجا مع الفئات الصغرى 17 و 20، ولكن هذه الخطره الاولى اللي نتلقى لا كونفوكاسيون تاع ليكيب ناسيونال ا. بون استقبلت هاد لا كونفوكاسيون افيك فيرتي، باسكو شرف ليا نمثل المنتخب الوطني. و بون عندنا دي جور ملي دخلنا هاد ستاج في شهر رمضان. بالمناسبه نتمنى لكم رمضان مبارك. رانا نخدموا في احسن الظروف سواء مع لو ستاف تكنيك لو ستاف ميديكال لو ستاف ادمنستراتيف، والحمد لله راهو يمشي بيان هاد ستاج. ماذا بينا نكملوا هكذا افيك لو سيريو، وان شاء الله نديروا حاجه باسكو رانا نبريباريو لا كان و لا كوب دغاب ان شاء الله. بون لو ستاج سي فري كانت المده تاعو شويه طويله، 10 ايام سي ديفيسيل مع رمضان وكامل، ولكن الطاقم اللي هنا سهلوا علينا وكان مساعفنا و سيتو.
لي زوبجيكتيف تاعنا هنا في ليكيب ناسيونال ا سي كو نوصلوا ل لاكان تصفيات كاس افريقيا نوصلوا للنهائيات ان شاء الله على شلاله وان شاء الله نبريباريو لا كوب دارب في اوت ان شاء الله وبالنسبه للاهداف الشخصيه ان شاء الله الاحتراف على شلاله بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء رمضان كريم كل الامه الاسلاميه وان شاء الله ربي يتقبل من الجميع فيما يخص تقييم لهذا التربص الثاني كما على بالكم هو تربص ثاني بعد التربص الاول اللي درناه بين 3 و 8 افريل كان تربص للتنقيه هذا تربص ثاني دخلنا بطريقه يعني تدريجيه للتحضير الرسمي والخاص ان شاء الله للمنتخب الوطني فيما يخص المحافل الدوليه اللي راهي تستنى فينا كما على بالكم عندنا كاس العرب اللي حيكون ان شاء الله في اواخر شهر اوت وكذلك تصفيات كاس افريقيا ان شاء الله رانا في انتظار طبعا صديق لاكاف يعني واش راح تمد لنا يعني لي دات تاريخ الدور الاول والثاني ان شاء الله التحضير نظن يعني التربص كان نقدر نقولوا يعني ناجح بين 80 حتى 90% يعني من كل جوانب لاعبات يعني كانوا عملوا مجهودات كبيره مشكورات على المجهودات الجباره اللي قاموا بها في التربص خاصه في شهر رمضان وحتى الان يعني بدينا كما قلت لكم في التحضير يعني الخاص للمنافسات الدوليه تربص احنا نقولوا الحصيله ايجابيه تربص ناجح يعني من كل النواحي وان شاء الله راح يكون لنا تربصات اخرى ان شاء الله في بعد ان شاء الله ما نتركوا اللاعبات يروحوا ينشطوا في النوادي تاعهم يلعبوا مرحله نهائيه تاع البلاي اوف راح يلعبوا 5 مقابلات وهذا الشيء راح يفيد كثير المنتخب الوطني من ناحيه الريتم خاصه وان شاء الله بالتوفيق للجميع وان شاء الله نعطيهم موعد بعد هذه المرحله النهائيه ان شاء الله والله كانت استجابه جد ايجابيه قاموا يعني مجهودات كبيره جدا خاصه انه يعني اعطينا لهم يعني دخلنا لهم في البرنامج في التدريبات يعني لو سيستم جي بي اس وين به كل يوم بعد الحصص يعني التدريبيه في الغد عندنا كل يوم يعني حصه تاع فيديو ونتم نديروا لهم يعني لافيشاج بور لو ريزولتا تاع جي بي اس ونحفزوهم باه يعملوا اكثر ونديروا لهم تصحيحات وكل يوم نشوفوا باللي كاين مجهود اكثر من اللاعبات يعني راهم يبدلوا في مجهودات كبيره مشكورات على هذا الشيء طبعا هذا الشيء لازم يكون صحيح انه مش سهل بعد سنه من نقدر نقولوا 8 اشهر وسنه من ايقاف كل النشاطات الرياضيه وبعد كي رجعوا هما للمنافسه في شهر مارس في 9 مارس ما كانش يعني يكفينا حتى اليوم مازال يعني نقائص من ناحيه خاصه البدنيه وكذلك التكتيكيه شيء كبير اللي يستنى فينا من اجل تحضير الجاد والتحضير يعني لازم يكون باكثر محتوى واكثر ان شاء الله اجتهاد احنا على بالكم الظروف اللي رانا فيها حاليا شهر رمضان كان لازم يعني البرنامج يكون يعني صدير لو بروغرام يكون تري تري ادابتي ادابتي يعني بارابور اللاعبات بارابور واش راهم يستنى فيهم مع الفرق تاعهم باه ما يكونوش هناك اصابات والحمد لله حتى الان يعني ما عندنا حتى يعني لاعبه مصابه يعني بشيء يعني كبير الحمد لله الا لاعبتين اللي دخلوا يعني من النوادي تاعهم كاين لاعبتين اللي دخلوا باصابه يعني مش يعني مقلقه كثيرا قمنا معهم بال يعني الطاقم الطبي يعني لو ستاف ميديكال يعني في سون ترافاي والحمد لله لي سواي تو دونك سينو دون لونسومبل لو جروب راهو بخير ويقوم بمجهودات صحيح انه مش سهله في شهر رمضان ولكن مع بالمناسبه نشكروا
الطاقم الطبي اللي يقوم بعمل كبير فيما يخص استرجاع اللاعبات، يعني الطاقم الطبي اللي راه يقوم بعدة مجهودات كبيرة من أجل يعني استرجاع اللاعبات ويعطيهم يعني كاين لي سوا في لا جورني. يا توت ان بروغرام دو فوا تخوا فوا دي فوا ميم باغ جور. بعد الظهر كاين لي سوا، يا اون سيونس بور لي سوا، يا اون سيونس افون لونترينمون بور لي زيرجونس، كش ما كاين دي جواز قبل التدريبات يزيدوا يعني يوقفوا عليهم، وخاصة بعد كذلك التدريب كما راكم تشوفوا درك بعد التدريب راحوا يديروا حصه تاع يعني حصه تاع لا كريوثيرابي بور لا ريكوبيراسيون. ابري لا كريوثيرابي يا لي سوان، دوك كل اللاعبات يعني يحتاجوا دي ماساج، يحتاجوا يعني تدليك للاسترجاع. والحمد لله يعني كل العاملين في الطاقم التقني وخاصه الطبي وكذلك الاداري وكذلك اللي راهم حاكمين يعني المسؤول على التحليل الفيديو السيد رياض، يعني كل الافراد يعني هاد الاثقمه راهم يعملوا بكل تركيز وبكل جديه يعني وبكل اجتهاد، ومشكورين يعني جو تيان ومرسي يعني تو لي مومبغ دي ستاف تكنيك ستاف ميديكال ادمنستراتيف ميم بور لاناليز فيديو، وكذلك بلا ما نساو السيد المدير الفني سيد شفيق عامر اللي يعني كل يوم يجي يحضر الحصص التدريبية، يعني واقف على كل كبيرة وصغيرة، وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله، ونظن نقول خلاص القول يعني تربص بإذن الله راه ناجح بإذن الله، يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله. والله احنا على كل حال كما يعلم الجميع انه القرعه راح تكون ان شاء الله في يوم الاثنين المقبل، احنا علينا نتوكلوا على الله يعني كلكو سوا لادفيرسير. سي فري احنا ماذا بينا ان شاء الله تيراج او سور يكون يعني في صالحنا ويكونوا يعني منافسين لكل واحد يتمنى يعني في التيراج او سور، ولكن ما عندناش اختيار انه نصبروا ونستناو يوم الاثنين ان شاء الله على الساعه 2 أو الواحدة في الظهر زوالا إن شاء الله راح يكون عندنا النتيجة اللي هي المنافسين المباشرين اللي راح نكونوا معاهم في الدور الأول فيما يخص الدور الأول والدور الثاني. والشيء الأهم في هذا الشيء كامل إن شاء الله نتمنى أنه الاتحاد الإفريقي يعني بمناسبة يعني التيراج أو سور يعني نتمناو يعطيونا لي دات، حتى لدرك ما عندناش تواريخ الدور يعني بصفة رسمية. عطاونا يعني فترة ما بين جوان حتى سبتمبر ولا أكتوبر، ولكن ما عندناش يعني تاريخ مضبوط. نتمناو يعني يوم الاثنين نكون عندنا نتيجة القرعة، وكذلك وخاصة اللي رانا مقلقين عليها أكثر هو التواريخ الدور الأول والثاني، لأنه كي عندك تاريخ المنافسة الرسمية تقدر يعني تتسطر يعني البرنامج تاعك يكون مضبوط من كل النواحي، وان شاء الله ان شاء الله يكون في المتناول، وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. احنا على كل حال رانا نعملوا بجهد وربي يوفقنا ان شاء الله. شكرا.